طيب وسط كلام كتير كمان عن اسباب ضم احمد فتوح ومحمد صبحي بعد مشكلتهم الاخيره مع نادي الزمالك وعدم خوضهم للمباريات منذ فتره، رد روي فيتوريا على هذا الامر بكلام مهم جدا، نسمع ونرجع نكمل. Sobre esses dois jogadores, Sobi e Fatur. بما يتعلق باللاعب صبحي وفتوح. É óbvio que me fez pensar obviamente durante muito tempo. أكيد طبعا أنا قعدت أفكر كتير جدا في المسألة دي وخدت مني وقت كبير في التفكير. Mas chegamos à conclusão, o Fatur, eu gosto muito dele enquanto jogador. ولكن وصلت للقرار ان فتوح انا لاعب معجب به جدا على المستوى الفني كلاعب. Sei que vai dar resposta quando eu quiser que ele jogue. مطمن ان شاء الله يكون في اجابه طيبه من اللاعب وقت ما احتاجه انه هيكون اجابته اجابه مناسبه وطيبه. E sei que vai ser importante para o futuro do país também, porque é um jovem. وشايف برضه انه هيكون لاعب مستقبلي للمنتخب مصر او لبلد مصر. فهيكون نراهن عليه للمستقبل. E em relação ao Sobi. بالنسبه لمحمد صبحي. Se eu tiver que o pôr a jogar no próximo jogo, não tenho qualquer problema em pô-lo. لو انا يعني بفكر ان صبحي هو اللي يقف في المباراه القادمه مش هيكون عندي اي مشكله ان احطه في الملعب. Isto quer dizer que é um jogador que eu confio. Ponto final. ان انا لاعب بثق فيه ودي بالنسبه لي تعتبر اجابه لكل الاسئله. E também acho que é um jogador para o futuro do país. وشايف برضه ان هو يكون لاعب مستقبلي لمصر والمنتخب. É a nossa opinião. طبعا enquanto treinadores da equipa principal. في الاخر ده رايي كمسؤول ومدرب لمنتخب مصر. É meu jogador. هو لاعب من لاعبين المنتخب المصري. Claramente o Gabavski é um jogador que já teve a trabalhar connosco. ابو جبل من اللاعبين اللي هي حضرت معانا اكثر من معسكر واشتغل معانا. Que já teve numa grande competição destas. وحضر في منافسات كبيره زي منافسه امم افريقيا قبل كده. Até com sucesso no último, na última competição. وحتى يمكن اخر منافسه امم افريقيا ابو جبل ادى فيها بشكل كويس جدا وكان نجاحه واضح قوي. E portanto é um jogador que já sabe o que é que nós queremos, o que é que nós gostamos do trabalho de guarda-redes. فغير كده هو لاعب عارف كويس قوي احنا عايزين ايه من الحارس وازاي احنا شغلنا بيتم ازاي ونطلب ايه بالظبط من ادوار الحارس. E temos aqui a garantia de que temos quatro guarda-redes, na minha perspectiva, estão perfeitamente à vontade para jogar. Temos as lesões para recuperar. وهنا طبعا بيجي قدامي ان انا اخترت اربع حراس انا شايف ان هم كلهم يقدروا حقيقي ان هم يكون في اي وقت فيهم حد يلعب وكمان برضو احنا في عندنا بعض الاصابات اللي هي المفروض برضو بيحصل فيها استشفاء وبنراعيها مع الحراس. E são ao mesmo tempo guarda-redes de grupo. Quando eu digo grupo, sabem estar numa competição destas e de equipa. فالاربع حراس اللي معانا هم اربع حراس حراس المجموعه يعني عارفين يعني ايه يكونوا ضمن منافسه قويه زي منافسه افريقيا وعارفين يعني ايه ضمن المجموعه اللي بتمثل منتخب مصر وايه روح المجموعه معانا. Não estou a dizer que os outros não saibam. وبرضه مش بقول ان الناس الثانيه او الحراس الثانيين مش كده. لا. Mas estes já estiveram connosco e nós sabemos como é que funcionam. طيب من زاوية أخرى روي فيتوريا من المدربين اللي ما يحبش يوعدوا بشيء وأنا أحترم جدا المدرب ده عشان ما فيش في كرة القدم أبدا أي وعد. أنت دايما تقول أحاول أسعى أجتهد وأنا ونصيبي عشان ما بلعبش لوحدي. أوعد ده لو أنا بلعب لوحدي بلعب ماتشات وديه كده بيني وبين لعيبتي لكن بلعب منافسين منافسين دول كلهم عندهم نفس الطموحات والرغبه فالملعب وتوفيق ربنا هو اللي هيبقى الحاكم لكن في ناس بعض الناس تقول لك ايه فيتوريا كان لازم يقول ان احنا هنكسب كاس الامم الافريقيه اللي يقول كده زي ما فيتوريا قال يبقى بيهزر تعال نسمع فيتوريا ونرجع نكمل كلامنا no hay un entrenador que diga is prometer isso é mentiroso يعني بقول ما فيش اي مدرب في الدنيا يقدر يدي الوعد ده ولو في مدرب وعد الوعد ده يبقى بصراحه بيقولوا وعد غير صادق. O que eu prometo é que nós estamos vamos ter uma boa equipa. اللي انا اقدر اعمل بيه ان انا اقول ان انا هيبقى معايا فريق كويس. Vamos querer disputar sete finais. ان احنا ان شاء الله بالنسبه لنا السبع مباريات حتى ان احنا نوصل لاخر حاجه هيكونوا بالنسبه لنا سبع مباريات نهائيات كلهم. E queremos estar prontos para todos os desafios. وان احنا هنكون جاهزين لاي تحدي هيجي قدامنا او امامنا في بطوله افريقيا.
Agora, prometer vitórias, eu já ganhei muita vez. طبعا لكن عشان اوعد بفوز في حاجه معينه انا فزت بحاجات معينه قبل كده كتير. Mas sempre que ganhamos, nunca foi a prometer nada antes do tempo, foi a trabalhar dia a dia. ولكن كل البطولات او الالقاب اللي انا فزت بيها قبل كده ما كانش فيها ولا حاجه انا وعدت الناس بيها من قبل ما ادخل المنافسه. لا كان كله بوعد الناس ان انا هشتغل كويس والشغل بتاعي من يوم ليوم هو اللي كان بيجيب البطوله. كتمش. Muita ambição. احب اقول ان يعني طموحنا عالي جدا. Muita convicção. وكذلك برضو القناعات بتاعتنا قناعات قويه. Confiança. الثقه موجوده. E competência. والروح التنافسيه موجوده. Isso temos. ده اقدر اكد عليه اللي هو الموجود معانا دلوقتي. طيب كلام محترم بصراحه، دايما المؤتمرات كلها محترمه جدا.